وللمزيد من المتابعة والتفاصيل حول افتتاح القرية الأولمبية داخل هيئة قناة السويس، معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ شريف عبد القادر، مدير تحرير الجمهورية والناقد الرياضي. تحياتي لك أستاذ شريف. أهلا بحضرتك والمشاهدين. طبعا تابعت مع حضرتك التقرير ومقدمه حضرتك. استاذ شريف، بدايه، اهم ما يميز القريه الاولمبيه بهيئه قناه السويس عن غيرها من الاماكن الرياضيه الاخرى؟ طبعا دي يعني منشاه جديده رياضيه تنضم لاسس المنشات الرياضيه اللي تم انشائها وتشييدها وافتتاحها في السنوات الاخيره، زي القرية الأولمبية والمدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة والمدينة الرياضية بالعالمين والصلاة المغطاة لاستضافة كأس العالم لليد وعدد البطولات العالمية في مختلف اللعبة. بالتأكيد طبعا أهم حاجة بتهمنا الاستاد الدولي اللي هيبقى موجود داخل المدينة الرياضية أو القرية الرياضية الموجودة في قناة السويس. ده أهم حاجة. ثانياً أكثر من صالة مغطاة وملاعب مفتوحة وملاعب مكشوفة لاستضافة أهم البطولات، كل ده بيخدم على التوجيهات الموجودة من القيادة السياسية بإن إحنا نستضيف البطولات الدولية والبطولات الكبيرة، وبيخلينا عندنا استعداد ان احنا يعني بمعنى هذا ان القريه الاولمبيه سوف تكون نقطه جذب للبطولات العالميه الرياضيه؟ هو طبعا طبعا بالتاكيد طبعا جهاز السيد الرئيس ان احنا اي بطولات عالميه او بطولات كبرى مطرح الاستعداد لتنظيمها، وبننفذ ده تماما. شفنا اكثر من بطوله عالم في مختلف الالعاب في السنوات الاخيره. نعم. بدايه من وحتى في كورونا يعني عاملين كاس عالم لليد بعدد 32 دولة مشاركة أول مرة في تاريخ بطولات العالم كرة اليد في عز كورونا، يعني في شهر 2021. وبطولة كانت ناجحة جدا، ما كانش فيها حضور جمهوري ولكن بطولة كانت ناجحة جدا، وبطولة يعني شهد بيها العالم في عز كورونا. يعني كانت البطولات بتؤجل والبطولات بتتلغي في جميع دول العالم، ومصر بتنظم هذا الحدث. نعم. ودي اللعبة الأهم في أوروبا، يعني بعد كرة القدم يعني كرة اليد اللعبة الأهم، وأكثر من الدول المشاركة بتبقى دول أوروبية اللي هم محرصين جدا على موضوع كورونا والكلام ده. نعم. فده كانت مشاركة مهمة جدا. طبعا المدينة الرياضية النهارده بقت حاجة مهمة جدا، حدث رياضي مهم جدا 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 يهم كل رياضي وكل إعلامي رياضي وكل مواطن مصري، لأن احنا عندنا طموحات كثيره ان احنا خلال سنوات قادمه ان احنا نقدم على ملف استضافه الاولمبياد او استضافه كاس عالم لكره القدم. الاستاد الموجود دوت ينضم الى مجموعه الاستادات الدوليه اللي تعمل في مصر، هيبقى عندنا فرصه جيده جدا ان احنا نستضيف بطولات كبيره. نعم. بستأذن حضرتك تبقى معنا عبر الهاتف، سوف نعود لك بعد قليل بعد هذا التقرير. تعد قناة السويس من أبرز القطاعات الهامة التي شهدت طفرة هائلة من التطوير والتحديث لأسطولها البحرية القادرة على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للسفن العابرة. شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية وممر ملاحي يعد الأقصر والأسرع والأكثر أماناً عالمياً بسواعد وجهود المصريين، إنها قناة السويس التي تؤكد الدور المهم الذي تقدمه مصر لكافة دول العالم. تحقيق الاستدامة في كافة قطاعات الدولة يعد الهدف الرئيس والأبرز للقيادة السياسية من أجل استمرار النجاح والتطور، وهو الأمر الذي يتطلب التحديث المستمر. وتعد قناة السويس أحد القطاعات المهمة التي شهدت طفرة هائلة من التطوير والتحديث لأسطولها البحري القادر على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للسفن العابرة. يتميز الأسطول البحري لهيئة قناة السويس بالقوة والتنوع للمعاونة في عبور السفن، خاصة بعد انضمام الكراكتان الأكبر بالشرق الأوسط، هم الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي، حيث يسهمان في الحفاظ على أعماق القناة وتنفيذ المشروعات، ويبلغ طول الواحدة منهما
أكثر من 147 متر وعرض 23 متر وعمق أكثر من 7 أمتار وغاطس أكبر من 5 أمتار، فضلاً عن 4 قاطرات جديدة في ترسانة بورسعيد البحرية من طراز مصاحب بقوة شد 70 طن وبسرعة 13 عقدة. كما زودت قناة السويس أسطولها بـ10 لانشات متطورة لاستخدامها في عمليات الإرشاد، وانضمت للقناة 3 وحدات جديدة لمكافحة التلوث البترولي مصنعة من الألمونيوم، وهي الوحدات الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط. تعد جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة واحدة من أهم الجهود لرفع التصنيف الملاحي لقناة السويس، التي لا تدخر جهداً لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة والتعامل باحترافية مع أي أزمة طارئة، مثل ما حدث في جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن، من خلال إمكانياتها الذاتية بالاستعانة بكراكتين من أسطول كراكات الهيئة، وهما الكراكة مشهور والكراكة العالمية من رمضان، فضلاً عن جنوح سفينة المواد البترولية التي كانت ترفع علم سنغافورة وتم إعادة إبحارها في وقت قياسي، لتؤكد قناة السويس قدرة الدولة على إدارة الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم. مرحب بك أستاذ شريف عبد القادر، مدير تحرير الجمهورية والنقد الرياضي مرة أخرى. وقرية أولمبية داخل مقر هيئة قناة السويس وبها مميزات كثيرة، إلى أي مدى من ممكن أن يخدم هذا المقر وهذا الموقع هذه القرية الأولمبية؟ أولا يعني بينضم لموضوع المثلث بتاع الرياضة المصرية، واللي هو من منشأة رياضية ومنافسات أو بطولات ولاعبين او رياضيين بيشاركوا فيه. فانت اهم حاجه عندك ان يبقى عندك بنيه تحتيه رياضيه، وده واضح خلال السنوات الاخيره من كم المنشات الرياضيه والصالات المغطاه والملاعب المفتوحه وتطوير الملاعب في الكره والمراكز الشباب. كل ده واضح جدا ان في اهتمام كبير جدا بالمنشات الرياضيه. بالتاكيد لما يبقى عندنا قريه اولمبيه او قريه رياضيه في الشرق القناة أو في شرق مصر، يعني في شرق مصر وتوازي مدينة العالمين الرياضية اللي موجودة والمدينة الرياضية أو القرية الرياضية القرية الأولمبية اللي في العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة، كل ده يعني بص حتحس المثلث. وبيتعمل حاجة زي كده في الوادي الجديد، يعني في مدينة رياضية كبيرة جدا بتتعمل في الوادي الجديد دلوقتي، هتم إنشائها أو بيت العمل فيها. نفس الشيء في جنوب الصعيد. كل ده ليه؟ إن يبقى فيه أماكن أو مدن رياضية أو تجمعات رياضية للشباب أولا في مصر، ولاستضافة الأحداث الرياضية الدولية المهمة. كل ده بيساعد في ده. أي اتحاد دولي أو لجنة أولمبية دولية بتيجي تشوف الملاعب وتشوف الحاجات دي كلها، أهم حاجة عندها البنية التحتية الرياضية اللي تبقى عنده. فده حرص شديد جدا والجهد مشكور طبعا، وتفكير إن هو موجود في ممر الماء العملاق قناة السويس أو في قناة السويس، ده حاجة جيدة جدا إنه يبقى موجود في المنطقة دي. أستاذ شريف، من الممكن أن تؤثر هذه القرية الأولمبية بهذه المواصفات العالمية وهذه المميزات الكثيرة على مستقبل الرياضة في مصر؟ بالتأكيد طبعا تأثير إيجابي كبير جدا على مستقبل الرياضة في مصر. وفي أن أنت أولا أنت كل المدن اللي هناك لناحية قناة السويس، السويس الإسماعيلية وبورسعيد والعريش وشمال سيناء، كل المدن دي يعني كل دي هتبقى عندهم قبلتهم في الرياضة هي القرية الأولمبية الموجودة في قناة السويس. كل البطولات بدل ما يجي ينزل على القاهرة أو يجي ينزل على الإسكندرية أو لآخره، أو فهو هيبقى موجود هناك. كل دي بطولة، ده بالنسبة للمواطن المصري أو الرياضي المصري. لكن لما بتيجي تنظمي أحداث رياضية كبيرة ما يبقى عندك أكثر من منشأة في مكان جديد وفي مكان يسمح باستضافة وفود ورياضيين وكل الكلام ده، لا كل ده بيديكي فرص وأفضلية كبيرة جدا عن حتى الدول اللي بتنافسك على استضافة البطولات. نعم. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أستاذ شريف أكد أن القرية الأولمبية سوف تخدم المدن الثلاث التابعة لقناة السويس وهي الإسماعيلية، بورسعيد وأيضا السويس. كيف من الممكن أن تخدم هذه القرية الأولمبية هذه المدن الثلاث؟
عارفه ان المدن الثلاث دي ما فيهاش عدد كبير من الصالات المغطاه، ما فيهاش حتى يعني هم الاهتمام في الثلاث محافظات دول بكره القدم وبعض الالعاب الفرديه ماشي، يعني ليه؟ لان برضو ما بقاش في صالات مغطاه، ما فيش دي ملاعب كثيره للالعاب الثانيه غير كره القدم، لكن في وجود دي هتلاقي ان المنافسات كتير والبطولات اللي هتنظم في هذه المنطقه فهتبقى جاذبه للشباب والابطال الموجودين في محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيليه. شكرا جزيلا الاستاذ شريف عبد القادر مدير تحرير الجمهوريه والناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك.